السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نطبق بتجربة، وكأن مثلا أنا عندي عميل عنده محل ملابس وعايز إن أنا أشتغله في مثلا أعمل له تصميم أو الكلام ده، أو أنا عندي محل ملابس أو عندي نشاط أيا كان إيه هو. أهم شيء سواء أنا اللي عايز أعمل لنفسي أو إن أنا أعمل لحد، لازم كويس جدا أبقى أجي أكلم العميل اخد منه شوية يعني حاجات مهمة. فمثلا سواء تكتبها في وورد او هتكتبها في حاجة، المهم ان انت تبقى مجهزة العناصر اللي انت تستخدمها. طيب دلوقتي هنا مثلا بنيجي نتكي على فايل، تمام، بحيث ان احنا نبتدي نعمل شغل يعني، تمام. فطبعا انا عندي هنا في نيو طبعا، اوبن، وفي حاجات تانية كتير. اوبن دي يعني تفتح شغل انت كنت عامله، تمام. والباقي دوت كله يعني مش هنستخدمه دلوقتي، تمام. كل الحاجات دي واحدة واحدة إن شاء الله هنقول. طيب نيجي هنا نعمل نيو، بختار أي حاجة، وليكن مثلا أنا عايز أختار A4 مثال يعني. طبعا إحنا هنتكلم في خصائص الصورة والألوان والحاجات دي كلها في فيديو تاني منفصل يعني. فالمهم بس إن ده إيه، إحنا بنتكلم في هدف معين علشان ما نسبقش الأحداث، بنطبق واحدة واحدة. نيجي نبتدي ونيجي نعمل كرييت. كده احنا فتحنا صفحة عادي جدا، تمام. ابتدي اجي اشوف متطلبات العميل بتاعتي، تمام. طبعا بكون انا اوريدي خلاص مسجلها، تمام. لا مش لازم نحطها هنا احنا، تمام. طيب شيل دي، لازم تبقى قدام عينينا. هتكتب بقى على الستيكي نوت، عايز تكتبها هنا. تعالى نعملها اوبن هنا عشان نطبق بالمرة النظرية. عملنا اوبن، دخلنا في الفولدر، تمام، اخترناها. فهنا انا كتبت حل ملابس رجالي كاجوال شراء اونلاين. هو عايز مثلا يذكر ان هو بقى عنده اونلاين، عايز يقول ان هو عنده خصم 20%، عايز يكتب عنوان المحل، رقم التليفون، الواتساب، اسم الصفحة، كل دي لازم عناصر. بخش انا بقى على ان انت تجمع لي شويه صور كده حلوه تخدمني، اطلع ايقونه، احمل ايقونه الواتساب، احمل ايقونه دول احطهم في فولدر واحد. واجي هنا اروح فاتح الفولدر بتاعي، تمام، اهو. طبعا بص، ان نزلت الحاجات اللي نغلقها، وليكن بص ده هو اللوجو بتاعه يعني. طبعا اخده من على النت عشان محدش يتكلم فوق من كده. انا اخد اي لوجو بتاع ملابس من على النت علشان ايه، اقدر اشرح لكم عليه، تمام. واجي اروح اعمل كده اهو، خدهم كلهم كده كأنك بتحضر ملح وفلفل وحاجات وبترميهم في التصميم على طول يعني. وابتدي ان انا اجهز السكيل بتاعتها مثلا كده، تمام. واروح نتكي انتر، تصميم الاوراق ده اللوجو، انتر برضو بقى دي، إن مش محتاج مساحة كبيرة، انتر نفس الكلام يعني، نخلي مساحتها كده شوية، انتر، تمام، نفس الكلام هنا عربيت كده، ايوه. طيب دلوقتي انا عايز بقى مثلا ابتدي اضيف عنصر موديل. مثلا جبت صورة واحد كده من على النت شكله شيك كده جميل، رحت اخده مثلا اهو، بروح طب احطه في الفولدر بتاعي علشان بعد كده الاقيه بسهولة. تمام كده انا عندي الشخص اللذيذ ده، ببتدي ان انا يعني اعدله بقى شويه عشان يبقى جاهز للتصميم. حاجه دلوقتي مجرد ما اجي ان انا امسح الصوره زي كده، بص معايا، واجي اعمل ديليت، هيطلع لي رساله هيقول لي انت ما ينفعش. ليه؟ لازم ان انا الاول اغير الصوره عشان اقدر افتحها اتحكم فيها. بعمل هاي رايت كليك، بعد كده بختار حاجه اسمها سايز لير، اتكي عليها، تمام، واعمل ديليت، خلاص كده هي اتمسحت، تمام. واجي اعمل نفس الكلام هنا وامسح ديليت ديليت، تمام. طبعا ممكن اعمل شيفت، بس طبعا ايوه ما اسرع عليك ساعتها. في حتة هنا اهي ما بين ايده، طبعا التفاصيل دي مهمة جدا ان انا اشيلها، لازم يكون عندي مجسم كامل وصافي عشان اقدر ان انا اشتغل عليه. طيب
هاجي بعد كده اعمل احركه شويه، لا حجمه كبير قوي، نعمل كنترول تي نصغره شويه، تمام بالظبط كده. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل سيلكت. طيب هاخد بقى اللوجو هنا نفس الكلام، هفتحه الاول عشان اعرف اتحكم فيه، تمام. لان انا هاجي هعمل، بص دلوقتي ايه، حددت فتحت طبعا شيفت و اضيف، اعمل زوم هنا اهو علشان اقدر اشيل الكلام اللي في الداخل. الحاجات دي بقول لك هي دي اللي بتبين بالتفصيل وبتديله الروح بتاعته. ان انا كده طبعا انت بتاخد اللوجو من العميل جاهز على فكره، انا هنا بعدله، بس احنا بنقول في حاله ان العميل هو ما عندوش السورس بتاع اللوجو فادالك اللوجو خلاص، فطبعا هيمسح هيقول لي لا، انا باجي اروح فاتحها عشان اقدر اتحكم فيها كده. انا شلتها واللوجو بتاعي بقى جاهز، وبقيه الادوات بتاكد منها ان كله بقى جاهز، زي كانك بالظبط بتطبخ وبتعمل حلقه طبخ وبتدي ان انت تجهز كل حاجه لوحدها ومنفصله وبتبتدي ان انت ترتب فيها، تمام. طيب حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، ان مثلا الحاجات زي الفيس والعنوان والواتساب والحاجات دي كلها يفضل ان انت تحطهم كلهم في جروب واحد، تمام. عايز بقى تسميه كونتاكت، عايز تسميه محتوى، عايز تسميه تفاصيل، عايز تسميه جروب 1، ايا كان اللي انت عايز تسميه، المهم ان هو يبقى يعني في جروب واحد علشان تقدر تتحكم فيه بعد كده. عايز تخفيه عشان ما يزولكش، عايز تخليه تدي كله نفس الخصائص نفس اللون او الكلام ده كله، كل دوت بيبقى ان شاء الله امره يعني سهل لما تعمله في جروب واحد. طيب تعالى يعني نبتدي بقى نشتغل في التصميم. مثلا اول حاجه في حاجه زي كده انت لازم تبتدي يعني بالباك جراوند بتاعتك، هل في فكره معينه عندك في السوشيال؟ فمثلا انا دلوقتي في فكره معينه جت في دماغي، فاجي هطبقها، اجي بختار مثلا لون، انا ضفت لاير، تمام، مش عايز، معلش عشان البرنامج ساعات بيعلق. طيب خلينا هنا هنقول ماشي. المهم يعني كده احنا ضفنا اللون اهو، تمام. بعد كده ممكن نحط مثلا شكل مستطيل في ال، أيوه شكل مستطيل أهو، مربع مثلا أبيض، نعمل لون أبيض مثلا، لازم يبقى فيه عندي باليتة ألوان، فأبيض واللبني بما إني عندي الموديل ده لابس أبيض ولبني، وممكن أختاره بلون زي اللون اللي هو الأورنج دوت، ولا معرفش بقى اسمه ايه، بس هو اللون الغريب ده درجة من درجات الأورانج، إن أنا بقدر أستخدمه بحيث إن أنا يعني يفصل ما بين الأبيض والأزرق، تمام. وأبتدي إن أنا بظبط مكانه على حسب ما أنا عايز، تمام. وأبتدي أظبط مكان الراجل ده، اللوجو، أبتدي أظبط المكان بتاعه بالظبط، تمام. ابتدي اظبط الاداه دي كمان. طيب دلوقتي كده عايزين نعمل، احنا هنا ضفنا كل حاجه. طيب احنا دلوقتي كده خلاص يعتبر رتبنا العناصر بتاعتي، فعايز اكتب حاجات مهمه مثلا زي مثلا 20% عايز اعمل خصم، ابتدي ان انا بغير في حجم الخط بتاعي، بقعد أكبر وأصغر فيه بحيث إن يبقى أغير الألوان على الألوان اللي أنا عايزها في البلد بتاعتي في التصاميم، تمام. أبتدي أكتب مثلا إن ده أوف مثلا فور أونلاين أوردر، إن هو عشان هو عايز كده، هو عايز يقول إن إحنا اشتغلنا أونلاين، فبقى عمل عرض إن هو أي واحد يشتري أونلاين بياخد خصم 20%، فبدأنا له عملنا له كده على طول، كتبنا له اللي هو عايزه. نلعب بقى شوية في الخطوط بقى، يعني نكبر ونصغر فيها، نقعد نعدل فيها لحد ما تيجي في الآخر تبقى معايا بشكل كويس. يجي بعدين
والله انا اكتشفت ده هنا اوف بدأ بحرف او، اونلاين او، اوردر او، وانا بعدل وشغال خلاص. يبقى انا ممكن اروح مدي اول حرف منه نفس اللون واخليهم كلهم متناسقين، زي اللي احنا قلنا في تناسق جانبي، هو ده كده تناسق جانبي. تمام، فديت ده لون، خليت الكلمه لون ازرق، وهخلي كلمه فور مثلا لون برتقاني علشان ما يبقاش حرف الاف ورا بعض متكرر شكل وحش. وكده طبعا انا ظبطت يعني تقسيم شوية الحاجات وحطيتهم كلهم في محتوى واحد، بحيث إن هو إيه أقدر إن أنا أستفيد لما أجي أحركهم ولا حاجة. ونحرك العربية دي، ممكن نخليها زرقاء، ممكن نخليها نفس اللون، يعني مش هتفرق. أنا بعمل لكم حاجة سريعة عشان ما تملوش. تمام، فأوصل من الراجل دوت المحترم. تمام، وأظبط اللوجو بتاعي. ببتدي بعمل بالنسبة للوجو، بالنسبة للراجل ده بعمل له يعني ظل، فأصبح شكله مش حلو. يعني الظل زي ما انتم شايفين شكله مش حلو ونازل من تحت، مش عارف تتحكم فيه مهما قللت أو خففت فيه. الحال إن أنا بروح آخد بعمل لنفس الشخص ده كوبي بيست، بحطه ورا. تمام، بخش من هنا، بخليه، لا سوري، من هنا بخليه لونه مثلا رصاصي او اسود ايا كان، كده كده انا بحكم في كلمة ستاتها بعدين. بعد كده تمام، بنزل الصورة دي بطريقة معينة بحيث ان هي تبقى شبه الظل بالظبط، واقص الباقي لان طبعا مش هبقى محتاج، بس طبعا بقلل على حسب ما انا محتاج قوة الاضاءة بتاعت البوست عندي. تمام، طبعا كده قللت وقصيت الصورة خلاص. ممكن أعمل هنا شادو بسيط. طيب أجي هنا بقى للوجو، بروح أعمل له سيلكت على الحاجات اللي أنا عايزها دي كلها. تمام، وبعد كده بروح رايح على المستطيل، طبعا هو الشيب، عشان أعرف أفتحه أتحكم فيه لازم أعمل نفس الطريقة. وأروح داخل وأروح عامل ديليت. أنا كده تأكيد ديليت خلاص. أجي لو شلت الصورة هو كأنه عمل حفر، هو كده حفرها في التصميم نفسه. تمام، انا مش محتاج الصورة، مسحتها خلاص. تمام، واصبح ان هي محفورة، تديك ايحاء احلى وشكل احسن، ان هي بدل ما تديها لون واحد ويبقى نفس اللايف. تمام، ممكن اظبط بقى يعني الظل والحاجات بتاعتها ديت، اقعد اظبط فيها، احاول ان انا اخليها واقعي. لو عملنا ديت زي ما قلت لكم هنا مش هتنفع معانا، فمش هنستخدمها خلاص، ملهاش لازمة. تمام، بعد كده نيجي في، ممكن نعمل هنا مثلا ايه، لا مش هتبقى حلو لو اللون ده كده كويس. طيب بنيجي بقى هنا نضيف يعني باترين كده بسيطة، ممكن نحط زي المية، ممكن نسيبها كده شكلها حلو على فكرة، بس لا يعني خلينا ايه عشان نبقى واخدين مبدأ التناسق في الألوان من الأول. عملناه، بناخد المبدأ ده بحيث ان هو ياخد نفس طبيعة اللون اللي وراه، وبقلل الكباست بتاعته يا دوبك، بس هيديني ايه رتوش خفيفة، ممكن اقلل السكيل بتاعتها شوية. تمام، بحس يبقى شغلها برضو يعني كده كويس افضل. تمام، طبعا انا بشتغل زي ما بكلمكم كده، انا بكلم نفسي افضل يعني، بقعد اتعامل مع حاجات كده. لكن بشوف بقى في الاخر التاتش الاخير، احط مثلا هنا اجرب مثلا اخليها، طب اخليها 3D شويه، طب اخليها سميكه، طب اخليها بزل. تمام، اكبر اصغر شويه، دي مش نافعه معايا، طيب هزود الزل، اقلل الزل، بعد ان انا ايه افضل اجرب فيها لحد ما يبقى شكل الحاجه متناسق معايا. بعد كده باخد الكلام والفيسبوك والحاجات دي كلها، وابتدي ارتبهم بقى في العناصر. طبعا انا مش ههتم بيهم دلوقتي لان دي على حسب المحتوى وحسب البيانات اللي عندك. فممكن تحطهم داخل الصورة، تمام، ممكن تحطهم يعني بعيد عنك. في فكرة بتبقى بعض تنفع في بعض التصميم وبعض التاني لا. انت مثلا بتكتب هنا الفيسبوك بتاعك، تمام، او الصفحة بتاعت اللي انت هتشتغل عليها، وتيجي تحطها جنب واحد كده على جنب في جنب التصميم. تمام، والله لقيت شكلها حلو في التصميم. تمام، فأنا هنا شايف إن شكلها يعني مقبولة شوية، بس
هي مش عجباني بصراحة، هبتدي خلاص إن أنا أحدد الحاجات التانية. طيب لو جربنا كتبنا بقية المحتويات داخل الصندوق، هل هيبقى شكلها حلو؟ فتعالوا مثلا بسرعة كده كتبنا الرقم التليفون، رقم الواتساب، لا برضه شكلها مش حلو. فإذا إن أنا يبقى أفضل معايا التصميم، أنا شايفه كده سيمبل أحسن، إن أنا أرتب العناصر دي بره وأخليها كلها مثلا لون أبيض، ده كده يبقى العنصر بتاعها. ممكن بقى إن أنا أروح ضايف نفس اللوجو بتاعي وأروح حاطه اللي أنا عايز أعمله، أفرغه، مش لازم أفرغه كله، ممكن الطاقية بس، ممكن الطاقية وكلمة بوس بس عادي جدا، وأجي أروح أقطع الحاجات اللي ملهاش لازمة دي وأشيل الباقي، وأجي أروح مثلا مغير حجمه ومكانه. تمام، مثلا نخليه شوية ميل نحطه كده مثلا، بعد كده بنيجي نضيف. بس طبعا يفضل في حاجة زي كده تعمل لها جروب. تمام، طبعا انا هنا برتب اللعب بحيث ان هو ما يبقاش في حاجة فوقيه، انا عايزه تحتيهم كلهم اصلا. باجي بقى عملت نسخة، اجي اضيف الاتنين واحطهم في جروب، بحيث ان انا كل اللي انا هضيفه دلوقتي ده يبقى في جروب واحد اقدر اتحكم فيه، اديله نفس الخصائص. تمام، بعد احطهم كده جنب بعض، خلاص انا حطيت كده ايه، شلت التكست دوت علشان ما يزولنيش، دي ميزة ان انا تحط حاجة في جروب. كده انا عملت دولت، ابتدي اعمل عليهم كنترول او شيفت، اول واحدة مع اخر واحدة. تمام، بس ممكن نعمل كنترول عادي. تمام، شوف هنا اهو، باخد اول واحدة واخر واحدة واعمل شيفت، كده حطيتهم كلهم واعمل كنترول دي. تمام، طبعا اول ما اجي هعملها على طول معرفتش امسكها، فلا اروح اعمل مارك تاني، اوكي، واعمل كنترول في، واروح اعمل كنترول تي في ساعتها عشان اعرف امسكه، واروح مطلعها اسويها. طبعا بيطلع لي ارشادات في الجناب والمساحات ثابته بشتغل عليها في العرض وفي الطول، ونفس الكلام اروح اعمل كنترول في تاني، واقعد اكرر الموضوع دوت لحد ما يجي زي ما انا عايز. ممكن اضيف عنصر اضافي عشان يبقى شكل التصميم كويس، وبعد ما اخلص خالص من ترتيبهم ببتدي اروح رايح على الجروب نفسه واديله الخصائص بتاعته، مثلا اخليها فاتح، اقلل شوية، تمام، اظبط الاضاءة بتاعتها، قصدي الكبس بتاعتها، بحيث ان هي تبقى شفافة، دي منها كأنها ووتر مارك، وفي نفس الوقت هي اديت شكل تاني خالص للتصميم. تمام، عايز اضيف اي حاجة تانية ممكن اضيفها. طيب اجي في السيف، لازم ان انا لازم ان انا بسيب في نفس الفولدر بصيغة الفوتوشوب بتاعتي، عشان لو في عميل عايز يعدل اي حاجة تبقى كل حاجة جاهزة. تمام، بقول له اوكي. تمام، وبسيب نفس التصميم بنفس الاسم بعد كده بصيغة الجي بي جي، او لو انت عايز صيغة بي ان جي او عايزها بي دي اف ايا كان ايه، بس طبعا احنا عايزينها جي بي جي طبعا. تمام، فهنروح عاملين سيف، وكده احنا عملنا تصميم جاهز على طول للعرض للعميل وبنبعته له. طبعا انت لو التصميم ده هتدي للعميل فلازم وحتما ولا بد تحط الووتر مارك بتاعك عشان ما ياخدهوش ويعرضه كده من بشغلك، لازم بعد ما يدفع ثمنه تديهوله، ولو ليك طبعا فكده خلاص. واجي بفتح الصوره وبتطلع عندي بالشكل ده، بتبقى جاهزه طبعا مع البيانات. ممكن اقص واستخدم الحته البيضه دي بس، يعني يبقى هو دوت بس التصميم، مش لازم البرتقاني اللي ورا. طبعا كل دوت حسب التصميم بتاعك من خدمات، وشوف واعمل برضه، حابب تعمل نفس التصميم دوت خشوا وكلموني، ابعت لكم نفس المحتويات وتخشوا وتكتبوا، عايزين تعرفوا نوع الخط، نوع الحاجات، نوع الصورة بجيبها منين، سيبوا كومنت، وان شاء الله هقول لكم المواقع المهمة ان انت تقدر تاخد منها الصور والخطوط والحاجات دي كلها وتحملها، ويبقى سهلة معاك ويبقى شغلك اسرع. متنساش لايك وشير وسبسكرايب وتدعموني علشان اقدر اكمل معاكم شغل تاني، ولو في اي استفسار رسلوني على الصفحة، هسيب اللينك او الواتساب او سيب كومنت وانا هتواصل معاك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.